أتحول إلى باسم أبو العنين من محافظة المنوفية. باسم، كان الزميل محمود جميل من الهيئة الوطنية للانتخابات بيشير إن المنوفية فيها كثافة تصويتية عالية، وأن الهيئة دفعت ببطاقات لتغطية هذه الكثافة وأيضا بمزيد من القضاة الاحتياطيين. حدثني عن المشهد لديك الآن. الصوت يتقطع. أتحدث عن الكثافة التصويتية التي أشار إليها محمود جميل وهو يتحدث إلينا من الهيئة الوطنية للانتخابات. ذكر أن هناك كثافة. أنا سمعت آخر جملة، حدثني عن الأجواء. سأبدأ من هذه الأجواء، وبالمصادفة أن هناك مواطنين يدخلون إلى هذه اللجنة، لجنة النقيب الشهيد. لجنة الشهيد نقيب أحمد عبد الرحيم السرسي في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية. هذه اللجنة أو هذا المقر الانتخابي الذي توجد به لجنتان فرعيتان، لدينا 3 أيام للانتخاب والاقتراع، عامرة وزاخرة بالمصوتين والناخبين الذين يحتشدون منذ ساعات الصباح الأولى حتى قبيل بدء فتح الأبواب في هذه اللجنة 9 صباحا. ولم يصادف أن وجدت أي معوقات خلال الأيام الثلاثة حتى اليوم في تأخير فتح الأبواب هنا. في تمام 9 تفتح الأبواب وتغلق يوميا في 9 مساء أو حسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات إذا وجد حتى آخر ناخب، ولكن اللجنة تفتح في 9 وتغلق في 9 باستثناء ساعة الراحة من 3 عصرا وحتى 4 عصرا. إذا تحدثنا عن محافظة المنوفية وعن كتلتها الانتخابية، لدينا 4,700,000 مواطن هو تعداد السكان في محافظة المنوفية. فإذا أشكرك باسم أبو العنين وأنت تتحدث إلينا من المنوفية. أشكرك.